والله افكار رهيبة يا اخي. رمضان يا حبيب رمضان. السلام عليكم يا جماعة، مقطع جديد اليوم جاب لكم ماو، اليوم معي دحوم كيسي. يا هلا ويا مرحبا. عصب معك، ليش ما عصب؟ اليوم جاب لكم ماب انقاذ القرية، هو كان اسمه كذا الهروب، انقاذ الهروب، انقاذ القرية، انقاذ القرية. هذا الجزء الثاني، الجزء الاول ما قصرته في الدعم اللي فيه، فلازم نكمل هذا الجزء ويا رب نتذكر الجزء الاول لان ناسينه يعني على خفيف كذا، فبنسترجع اللحظات اكيد. وصاحب الماب اللي هو مدري، فما كتب اي شيء هنا عن حساباته، هنا كاتب لك رجاء تحديد صعوبة اللعبة، تنبيه يجب عليك تحمل مسؤولية لما يحصل لك عندما تختار صعوبة اللعبة. سهل لديك 7 محاولات العيش، متوسط لديك 5 محاولات العيش، صعب لديك 3 محاولات العيش. انت تذكر في الجزء الاول ما متنا ولا مره؟ الا مت انت وقومتك. اي بس يعني ما يعتبر ما متنا، ما يعتبر نك، اي ما يعتبر المعيش يعني. فناخذ صعب ولا وسط؟ اشوف متوسط صراحه. افا احس انه بس المره بصعبها صراحه، احس يلا خلينا ناخذ متوسط. هو هنا اوكي. اوكي، اللي ما شاف الجزء الاول يروح يشوفه، عشان لازم تشوف الجزء الاول عشان تشوف تكمله هنا. فاذا ما شفت الجزء الاول ارجع شوفه بعدين كمل المقطع هذا. المهم تحذير، هذا الجزء من الثاني من الماب، اذا ما لعب الجزء الاول من الماب لازم تلعبه وترجع لهذا الماب عشان تمشي مع القصه. فنفس الحاله اذا ما شفت المقطع الاول شوفه. فهذا كود الماب الجزء الاول اللي ما لعبه او للي ما شافه. اذهب لعلى صوت وارفع 70، اذهب اعدادات تواجه المستخدم وقم بخاف. اوكي، الماب يتسع شخصين فقط، اذا كان معك واحد بتطيح نوك وهو يساعد. كتب تعليمات جديده، ترى هو قال لي ذيك مرة ان الصوت 70 اللي هو صوت ميوزك. اوه، فانا بخليه 50 لان الصوت عندي مرة قوي. ونشيل الماب، وفي شيء ثاني اللي مناسب فيه صح؟ يلا بسم الله. ها؟ اوه هذه، اوه هذه تكملة حقت الوحش. تكملة يب 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 يب. خسار تذكيري لما قاله لك قائد الدخلاء في الجزء الاول، قائد الدخلاء لقد وقعت في فخي ايها الاحمر، يعني هو يسبه مو انا اللي يسب. ان كنت تريد الخروج من هنا يجب عليك حل الغاز خلف هذا الباب، ومن ثم ستواجهني اللي هو اللي يتكلم اللي هو قائد الدخلاء. قبل الدخول يجب عليك تذكر ما قال لك. اوكي، الفتح الباب يجب عليك توصيل الكره لنهايه الطريق. فتح الباب؟ اي شوف كذا فتحها بسرعه سريع. يب. اسم المرحله هندسه العقل. اوه هذه لازم يقول لك توصل الكره البد. خلينا نشوف بد. شيم كيف؟ لا اصبر، الكرة بتنزل فهمت؟ طيب كيف اطفيه؟ ايوه رشمة اسبد. اوكي. بس؟ ايزي. لا هذا شكله اصعب. شيم كيف؟ شيم كيف؟ اوكي. انا ببدا وانت انت ابدا. ما شغلت انت؟ شغله. يشتغل على طول. شوف يشتغل واحد بس. يب اسمع انا بشغل اول وشغل الثاني. روح الثاني، روح لا 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 دقيقه، روح البدء انت. ما في الا تفقيس. والله حلوه الحركه. يب والله حلوه جديده برضه. بد مش كيف تشغل كيف هنا وش طيب. يا ساتر ما تشغل بس تلمس. اوكي لعلك جبت العيد هذا يفعل هذا الشيء. اوكي اوكي اوكي، تخلي اللي عندك وانا اللي عندي. هذا احرق احرق. ايوه ايزي. اوكي يا ساتر وش يسوي ذا؟ اتوقع برسم الارض. وضع الجدار، تشغيل مكيف، تشغيل مكيف، تشغيل مكيف. يا ساتر انا بشغل الجدار وهذا. اوكي وش تسوي جدار؟ عنده هوش الجدار. اوه اوكي 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 اوكي. الحين نزلها. شغل جدار نزلت. اوكي يا اخي هذا المره بتضبط، المره بتضبط. شغل ثاني. اوكي هذا شغال. اتوقع انه في غلط عنده. اوكي اوه طيب الحين شلون نعدي؟ استخدم الكره تذهب هناك. بتطيحنا الكره. وات واحده. لا. طيب لازم نجيب ثانيه نخليها. طيب. هنا اوكي اوكي. لا خوف انها تختفي. طب. لا ما تختفي، لازم تنكسر. والله شفت قايل لك. لازم توصل. تشتغل كل الهوايات، تشتغل كلها. لا؟ اوكي. يب يب. اوكي شكله لازم اروح واوصل بعدين انت تسويها بنفسك. عندي زيادة. هاي تكفى. ايوه. العب. دقيقة. عونك احذف لي كذا رحت. ما اتوقع بفك لك بس اذا وصلت علمتك. انا قاعد اشوف في شيء عندي هنا اليسار. كيف اغطيه؟ لا تكفى. اوكي.
لا لا ارمى الكره هنا عشان يجي خويك. حلوه. قلت لك انا استغربت بس حلو حلو مفكر في كل شيء. يبقى اشوفه جاي. والله كيف انا قلت لك في شيء عندي هنا ما بيزي. ها فجي يجيب له ماب ناس. انا اعرف هذا اللي احصل لازم اروح الطريق الثاني. طيب يمديك تروح من الطريق الثاني على طول. ما ادري في شيء غلط زبده. طريقين تاثر ليه موتها ايش الفلسفه. ما ادري ليش حاط طريقين صدق. لا بس اوكي نغير عن فكرة الغاز قليلا. اسمع الحركة أوكي. الحرة اوكي اوكي حلوة. يا ساتر يسار يسار بس قاعد في طرف شيء وطحت. كيف والله اوكي خلصتها. ما في تيك بوينت. اوه في ثلج هنا اوكي. طب قل لي ان في نزله يا سلوم. قل لي علمني علمني. يا الله والله اني غبي طبيت من فوق. لا 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 وش ذي اطيح ذي على طول. جامد والله والله جامد. على بالي اني انزل. اوكي في شيء هنا هذا اللي رجع كذا طحت. اوكي اوكي لا تسالني كيف بديتها. والله على بالي انك والله جامده اقسم بالله جامده يمينا بالله جامده. والله عليها افكار. لا 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 هذه لا والله رهيب جي. والله رهيب. اوكي هنا شكلنا مجلسين اسبوع. انت لحالك تجي اسبوع الله يعطيك العافيه. لف لف يمين على طول. اول واحده لف يمين. ايوه 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 سهل عيدي يا اخي وش ما بيزي ما بيزي. اوكي هذه طلقه واحده بعد. اوه حلو ما بعرف. اوه يا رجال ايزي اخي. كشينا والله الماب حلو والله. لوكت لا هم هذا ريفلكس كلام ذي. يبدو انك قد انيت الوصول لهنا. ما انيت وين معنا بالموضوع. ايزي كل شيء ايزي. لا تقول بيدنا هذا الباب يجي المزيد معنا. اذا مسك الكره وتموت تنقز محاولاتك. لا تكفى. عرفتها عرفتها. لا سلوم ما لمستني والله ما لمستني. اذا فجرت تلمس. اخر 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 بسرعه دز دز دز. روح 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 ايزي امشي بسرعه. خلصت محاولة مننا ولا ايش؟ ما ادري انا اي عندي وان الالمنيشن. والله سريع ذا. ووب ايزي ايزي. اوكي انت بمشي على بعدها. امشي بسرعه. شوف يجي من اليسار يبين لك. الكرة تخوف يا رجال. ايزي بس والله افكاره لا لا دخلت في اللي بعده صار في زون ثاني. تدري انه لمسني ما موتني. يا ساتر مو ورا هذا. هذا لازم نلحق نلحق على طول. واحد اثنين ثلاثة. خلي اليدين قاعد اخليه اوتو ووك. وقف يا ساتر لمسك صار على الطرف. لا تكفى مو باركور تكفى. هذا اصعب شيء المشكلة. لا لا ارجع 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 محمد يلا روح الحين انت. نط نط الاخيرة نط. اوه دمشت انت. يب من الزون. يب من الزون. اوف شوف هذا شوف هذا دمشت هذا. الو سرعه. واحد اثنين ثلاث. اوه تدمج بس ما تموت. هي انه 200 شد حيلك ما شاء الله عليك. شد حيلك ايش فيه؟ اوه هذا يروح يرجع. اسبس بس والله سريع ذا مع الروحه الثانيه. ها اول ما الحقه هوب. اوف مضيقه. بعدها زون هنا بعد. الله سلم انا لا يوقف. ايوه والله قدح. اوه بعد ما يرقى. اول ما يرقى سوي كذا كنترول. والله حركه زون دي جامده. وقف 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 اركض وقف اركض. ايزي يا رجال. اوكي اسلم اسلم كوره كوره. وخر 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 يا سلام. والله بعيد. ثلاث يا اخي سلم. قاعد اسمع حسبت انك ثلجت انت. خلي الكور تروح اول بعدين انت روح وحاول تتفاداها اذا جت من وراك. سلم فهمت؟ يب خربانة والله خربانة. لا لفت لفت في اخر شيء. حاول تتفادى المراكب تجنب فخاخ الثلج. لا عاد تبال والله الليفل ذا طويل. اذكر اول ما لعبته في القناة حق الثلوج هذا هو. الله لا تكفى. يمديك تقومني صح؟ اخيرا انا قاعد انقز الاخيرة بعدين اعطيها نقزة ثانية. هنا
اللي بعده وشو؟ اوكي رجعنا المكان الاول يلعب رجعنا تحت وش في المويه؟ قلت لاحظ؟ يب يب يو قاعد اتذكر لحظات الماب ما ادري ليش. اوه اخيرا خرجت من هذا المكان اللعين يا رجال. من قال لك انك خرجت؟ ما خرجت يا غبي. شو النغمه؟ سمعت النغمه؟ يب يب انحدارات ثلجيه؟ اوه لا تقول لي باركور. والله باركور مو قال هو بيواجهنا بعد الالغاز ولا؟ ابحث عن شيء لكسره لتمكن من العبور. ايوه اكسر الصخره ايش باستخدام هذا الشيء من هنا. اوه اوكي حلوه الحركه بس ليش تمترنا؟ نطل هذه لا تكفى لو بخشك وانت برجع لك خلك. لا لا مو بسرعه مت انت عادي كويس اني حاطي متوسط انه ما رسمنت انا خلاص اما حياتنا كلها يب ما خذينا صعب انه اخذنا خمسه طيب مجموعنا خمسه تبال هدي 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 انا هنا طحت هدي اما كان بس باقي هذا بوصل اوكي وش هنا؟ انت تطيح ترى الجبل يزلق لا بعد في هنا يا الله طيح الله يرحمك اللهم انا اثق فيك انت قادم اليك انا قادم اليك يا تبن الدخله تبن الدخله اه قاعد تسب فهمت يا رئيس الدخله يا تبن الدخله ما ياخذ بيس انا احسب يسبني لا هذا كويس فترت انا والله شلت هم الماب لا يبدا تربت مين يا حبيبي والله شيء يقهر اقسم بالله الماب قصه الماب قصه الماب قصه ايش تخلي الماب كذا؟ ايش تعذب الناس؟ الحمد لله يا شيخ يا الهي تكفى خلص الماب تكفى وش الحين؟ حارب الدخلاء وين نروح؟ باركور؟ احس انك جيت مكان غلط خذ البس حقي ما هذا بحق الجحيم؟ اللهم اني صايم اي والله اللهم اني صايم من الليفل قبل شوي قسم بالله انت في مقري الان ولا انا اداك تفلت بسهوله ايها الوغد تو تبن والحين هذا ارني ما اديك ايها استغفر الله اوكي طيب ايش تسوي الحين؟ تسوي فيها مؤمن انت وجهك؟ اح شو امه ذا؟ شخصنها معي ايش عندك؟ الحين بوريك وش عندي حلو الحين بيصير صوت زومبي مزعج لا احتاج شيء اقوى لمواجهتهم اتوقع شو تقول الرشاش؟ سوي ياخذ قيلوله واتباعي سيتولون امرك اوكي اخذ قيلوله نوم اللي مو بعافي ان شاء الله نوم اهل الكهف ان شاء الله مو موضح الموضوع لكن في كوين قاعد تشوف انت؟ اتوقع بالكوين يب اوه اخذ السيف لازم افتح بستي كوين بستي كوين وات 500 كوين والله فكره اوه هنا شوف كيف قايل لك لا بس بعد نهايه الطريق دون ان تقع في لا ساتر السرعه ما قاعد اشتغل اللقطه اح لا 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 هدي هدي نغمة توتر شوف تتهاوش معه خلاص تكفى تعبنا جيجي سلم انا قاعد اتوتر وانا قاعد اتفرج احسب كم كوين عشرات عشرات ما من بوصل الى 350 تقريبا شيء زي كذا والله اني اضغط 310 اقسم بالله تمتير ايش كان؟ تموت اذا وقعت من هذا الارتفاع حاول تنقذ من الحافه يا الله خيرا اوف لو ما حد يستخدم كود شوب بي اس ال انا بتهاوش معكم خلاص دقيق نشف اقسم بالله تعبنا يعني يمكن تشوفوا المقطع 15 دقيقه 10 دقائق ربع ساعه 20 دقيقه مو متعديها الماب يا ساتر تنبيه لك 10 ثواني فقط تاخذ السيف وبعدها سجمون عليك اسحب بسرعه حياهم الله ينتهي الهجوم بعد 3 دقائق اوه هيل منهم حاط لي ذولي ثانيتين ثاني واحده قد مسحت اتباعي ولا نسكت عن هذا تعال تعال يا قائد دخلها تعال لو ما تدري يلبسون عليهم جلتش تعال واجهني وهزمني يا حذرة المجتمع اح لا لا خذ السيف ادخل في الرفت في نص القريه سانتظرك هناك انزل لي 1 في 1 انزل لي والله النحاس ورب الكعبه النحاس الله النحاس قلت لك شفت قبل شوي صاحب الماب صاحب الماب شيء بسيط طول ماب قل لي من الحين مين بالله صدق انا تعبت والله العظيم تعبت 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 وانا المشكله انه مو شايفين شيء من الماب اللي يبغى يحس بالمعاناة يروح يلعب الماب اوكي اللي يبغى يحس بجزء من المعاناة يعني جزء من المعاناة اصلا انه دحوم ميت قاعد امشي لحالي كل شيء اسويه لحالي استواجه في الجزء الثالث والاخير وهذا كود الماب اذا مت بتعيد الماب كله يعني ولا ايش ما فهمت هذه ايش فايدة؟ شوف انا تو
المينيشن يعني خلاص اخر موته لنا. فبس هذا كان مقطع اليوم، ان شاء الله ننزل الجزء الثالث قريب، وان شاء الله انه ما يكون زي هذا، ان شاء الله انه يكون افضل بكثير باذن الله. عموما لا تنسون دعمكم الرهيب، انا تعبت مره، قناه دعم بالدسكربشن، كود في الدسكربشن اللي يبغى يلعبه. شكرا لكم جميعا على كل شيء تقدمونه في القناه، قسم بالله شكرا، اشوفكم على خير، سلام.